سمعت مسلسل المداح ولا لا؟ لا بخاف منه. ايه اللي بيخوف فيه؟ في حاجات كده بتخوف. ايه اكتر حاجة خوفتك في المسلسل؟ هو انا كنت سمعته اول سمعت حلقة منه لما كان تطلع ساحرة كده وكنت بخاف منه من ساعتها، مش عارف بحب اسمعه. شايف الاحداث اللي بتبقى موجودة في المسلسل ممكن تحصل في الواقع؟ ممكن، هو فيه او فيه ومش فيه، يعني مش سمعته كله، سمعت منه لحلقة بس. عايزك توجه رسالة لحمادة هلال. حمادة هلال، حمادة هلال حلو ومغني وحلو يعني. لا ليه كده؟ مش بختلط بالمسلسلات. اشمعنى؟ ايه اللي مش خليك مختلط بالمسلسلات؟ ما بحبش مسلسلات خالص ولا رمضان، مش كنت بحب الا غير رامز جلال بس. اسمع رامز جلال بس؟ انت ما سمعتش مسلسل المداح خالص؟ ولا المداح ولا اي مسلسل خالص. ايه رايك في حمادة هلال؟ بعمل دور حلو في المسلسل، بعمل دور حلو جدا يعني. عايزك توجه رساله طيب لحمادة هلال، ان هو يعني بقدم دور حلو في المسلسل، يعني بخلي الناس حتى بخلي الناس تعمل زيه وبافعال حلوه، يعني بعالج ناس وبعمل حاجات كتيره خير، يعني بخلي الواحد ايه يعني الواحد يتعلم من افكاره الحلوه بس. سمعت. ايه رايك في المسلسل بقى؟ والله وانا بخاف من الحاجات اللي زي دي، بس هو حلو. خاف ليه منه؟ والله شغل العفاريت والتحضير والكلام ده، انا من صغري وانا بخاف من الكلام ده، ماليش انا في. شايف ان احداث المسلسل ممكن تكون بتحصل في الواقع؟ هي بتحصل في الواقع فعلا. جربت حاجه زي كده ولا لا؟ هو انا ما جربتش ومش عايز اجرب بصراحه، لان حاجه انا بخاف اصلا، فاهمه؟ فانا ماليش في الكلام ده، ما بخاف، فانا مش عايز اجرب ولا شفته. انت ولا شفته ولا عايز تجرب؟ لا، انك بتخاف. الحمد لله يعني. عايزك توجه رساله لحمادة هلال. طيب حمادة هلال هو يشوفني؟ متأكدة؟ احنا بنحبه والله، احنا بنحبه، انا عايزه يطلعني امثل معاه، وانا بعرف العب كورة على فكرة، فاهمة؟ فانا عايز العب كورة، عايزه يشوف لي حلمي كده. كنت بلعب في المقاولين والواسطة طلعتنا بقى والله الواسطة بقى، واحد دخل بفلوس بقى وطلعوني انا ربنا يكرمك ان شاء الله يا رب. والنبي سلمين عليك كتير، هو وحشني والله ونفسي اشوفه. ما قبله بقول وحلو، بيتكلم على احداث موجوده حاليا دلوقتي، الحاجات دي كلها موجوده في الارياف في المدن، بس الاغلبيه في الارياف. الاغلبيه في الارياف، الارياف ان الحاجات دي بقى اللي هو مش وصل لهم اللي العلم اللي هو وصل لهم ان هم الحاجات دي ده قالوا شعوذه وكلام ده، مش وصل لهم الحاجات دي لحد دلوقتي. في ناس لحد دلوقتي انا اعرفها في بلدنا شخصيا بتعمل، فعايزين اقول اسامي، اقول اسامي صريحه والله زي ما بقول. حصل معاك موقف زي ما حصل مع حمادة هلال كده قبل كده؟ هو فيه بس مش لازم يتحكي يعني. لا عايزك تقول. لا مش هينفع، لا مش هينفع يتحكي والله. ما كانوا غص حوار كده في الجماعة في البيت وخلاص يعني. طب عايزك توجه رسالة لحمادة هلال. هو راجل محترم والله، هو راجل محترم ومؤدب وما فيش منه اتنين عموم، هو أحمد السقا والناس دي ناس محترمة، وفي نفس الوقت برضه أغانيه كويسة يعني وبقول كلام كويس في الاغاني، مش زي المهرجان بتاع دلوقتي. هو شخص محترم جدا بامانه يعني وبس. سمعت مسلسل المداح ولا لا؟ لا ما بسمعش مسلسلات في رمضان. اشمعنى؟ حرام برضه. مسلسلات حرام. مسلسلات حرام؟ يعني مش بيطلع فيهم ممثلين بنات وكده؟ ما علينا من الممثلين البنات. انا بقولك سمعت مسلسل المداح ولا لا؟ لا ما بسمعش مسلسلات في رمضان غير رمضان. ماشي، دي من الحاجه الحرام اللي احنا بنعملها يعني. سمعت عن مسلسل المداح اصلا والاحداث اللي حصلت فيه؟ شايف الاحداث اللي حصلت فيه ممكن تكون بتحصل في الواقع؟ ممكن تحصل. ازاي بقى؟ يعني ممكن واحد يخش الحمام مثلا، حاجه تحصل كده يلتبس عادي. عايزك توجه رساله لحماده هلال. لمين؟ رساله اللي هو حماده هلال. لو شفتوه بسلمي لي عليه والنبي. سمعت توجه له رساله بقى. ها؟ بقول له سر، اقول له ايه يعني؟ شوف انت عايز تقول له ايه؟ صوته حلو بس كده.